السلام عليكم. لفظت عروس أنفاسها الأخيرة وهي في طريقها إلى بيت زوجها بقرية بلغيموز بلدية العنصر شرق ولاية جيجل، وهو ما حول هذه الوليمة العائلية إلى مأتم حقيقية. وبحسب مصادر متطابقة فإن الضحية كانت بصدد التنقل إلى بيت الزوجية بعدما أقيم لها حفل صغير بمنزل والديها ببلدية الميلية، حيث ركبت السيارة المخصصة لها متوجهة إلى بيت الزوجية، غير أنه سرعان ما أغمي عليها في وسط الطريق وسط دهشة الحضور، ليسرع الجميع إلى تفقد وضعها قبل أن تحول مباشرة إلى إحدى العيادات القريبة، أين لفظت أنفاسها الأخيرة هناك ليتم تحويلها مرة أخرى، أو بالأحرى تحويل جثتها إلى مستشفى الميلية، أين خضعت هذه الأخيرة للمعاينة قبل أن تحول إلى مستشفى قسنطينة من أجل إخضاعها لتشريحه. وحمت شكوك في البداية حول إمكانية تعرض الضحية للسحر أو تناولها لأكلة مسمومة منحت لها من قبل أحد المقربين بدليل استدعاء عدة أشخاص من أجل الاستماع إليهم في قضية وفاتها، غير أن آخر الأخبار أكدت بأن نتائج التحاليل وكذا تشريح الجثة أكدت بأن الضحية كانت مصابة بفيروس كورونا المستجد، وأن هذا الأخير كان وراء وفاتها بهذه الطريقة المفاجئة لينتهي حلم الضحية في اللحاق بعش الزوجية بهذه الطريقة التراجيدية. إنا لله وإنا إليه راجعون.